السلام الله عليكم، معكم رضا من قناة كورة فانز. بعد ما تحدثنا في حلقات سابقة على حكاية نجوم سواء عرب أو أوروبيين، يعني تحدثنا من قبل على اللاعب حكيم زياش، عبد الرزاق حمد الله، روميلو لوكاكو، جاء الدور على واحد النجم عربي، نجم جزائري اللي كيقدم واحد المستوى أكثر من رائع، فخر الجزائر وفخر العرب، اللاعب الجزائري رياض محرز. كما قلت من قبل، لاعب كيقدم واحد المستوى خرافي في الدوري الإنجليزي، لاعب اللي ما واخدش الحق ديالو، لاعب اللي كما كنقولوا حفر بالاظافر ديالو في الصخر للوصول الى ما وصل اليه. اليوم ان شاء الله غنتحدثوا في هذه الحلقه على حياه هذا اللاعب، يعني منذ الطفوله الى يومنا هذا، غنتحدثوا على العائله ديالو، غنتحدثوا على اختيار ديالو للمنتخب الجزائري. ولكن لو وصلتك الحلقه ما تنساوش تدعمونا باللايك، شير، تسجلوا في القناه، تفعلوا جرس التنبيهات باش توصلكم الحلقات ديالنا دائما اول باول. ندخلوا في التفاصيل. اللاعب رياض محرز من مواليد 21 فبراير 1991، من أبوين جزائريين، الجد ديالو بالمناسبة مغربية، ولد بفرنسا وبالضبط في مدينة سارسيل، مدينة تبعد ببعض الكيلومترات عن باريس، مدينة يقطن فيها أغلبية يعني المهاجرين من جنسيات مختلفة، مدينة عرفت بالمشاكل وبالنكسات منذ فترة الخمسينات، يعني دائما هذه المدينة مرتبطة بالعديد من المشاكل والصراعات. لاعب محرز منذ الصغر ديالو كان محب وعاشق لكرة القدم، وهذا الشيء ما جاش من الفراغ. الأب ديالو أحمد محرز كان لاعب كرة القدم، لعب في العديد من الأندية الفرنسية والعديد من الأندية الجزائرية، ولكن لم يكن بذاك اللاعب الكبير. كان دائما يحب كرة القدم ويشجع ويدفع رياض محرز لممارسة هذه الرياضة، وكان كيشوف رياض محرز النفس ديالو، كان يريد أن يراه لاعبا محترفا، كان يريد أن يرى رياض محرز كيحقق الأحلام التي لم يستطع الأب تحقيقها، لهذا دائما كان يدعمه ويشجعه للاعب كرة القدم. وفي العديد من الحوارات الصحفية صرح رياض محرز على أن الأب ديالو له الفضل الأكبر يعني فيما وصل إليه رياض محرز، يعني لأن دائما هو اللي كان كيشجعه، هو اللي كان دائما كيدعمه وكيدفعه باش يمارس كرة القدم. ولكن اللاعب رياض محرز في سن 15 من عمره تلقى صدمة بعدما توفي الأب ديالو جراء أزمة قلبية بعدما أجرى عملية على القلب. هذه الوفاة ديال الأب شكلت واحد الأزمة وواحد الصدمة لرياض محرز، اللي صرح وقال على لسانه على أنه حس بالعجز وحس على أنه أصبح لوحده، ولكن على الجانب الآخر حس بالمسؤولية، يعني لأن الصراحة أي واحد كيمشي له الأب ديالو كيما كنقولوا كيتهرس له الظهر ديالو، وهذا ما دفع رياض محرز ليكون أكثر اجتهادا وأكثر انضباطا، لأن عارف موراه واحد الأسرة، والظروف الاقتصادية والظروف المادية الأسرة ديال رياض محرز لم تكن بدك الظروف الجيدة، يعني كانت أسرة يعني كبيرة وكانوا كيعانيوا من الفقر، لهذا رياض محرز كانت على العاتق ديالو واحد المسؤولية على أنه يعني يمارس كرة القدم وينقذ العائلة ديالو. وبالفعل رياض محرز ابتدأ بالتنقيب على نادي لكي يمارس فيه كرة القدم. رياض محرز في الصغر ديالو كان لاعب نحيف البنية، جد نحيف أكثر يعني مما تتصور، وكانوا يشبهونه بعصا البلياردو، يعني تصور عصا البلياردو يعني رقيقة بزاف، وهكذا يعني رياض محرز كان لاعب نحيف البنية، ولكن كان كيمتلك واحد المقومات، واحد المهارات جد رائعة. نصحه العديد من المدربين بالابتعاد على كرة القدم لأن البنية الجسدية لم تكن تساعده، وصارحوه على أنه سيتعرض للعديد من الإصابات والعديد من القصور في البدن ديالو في الجسد ديالو إذا لم يبتعد على كرة القدم. ولكن هناك على الصعيد الآخر هناك مدربين آخرين كانوا يرون في رياض محرز ذاك اللاعب المهاري، اللاعب الذي يمتلك شخصية القائد وشخصية البطل، واللاعب الذي يمتلك قدم يسرى سحرية. انضم رياض محرز لفريق كويمبر، نادي يعني كما كنقولوا نادي يعني ضعيف، نادي فقير، ليس بذلك النادي اللي عنده الإمكانيات الكبيرة. سنة 2009 نادي كويمبر قام باختبار 21 لاعب، كان ضمنهم
رياض محرز، ورياض محرز كان هو اللاعب الوحيد الذي اختير من هذه المجموعه. يعني تصور 21 لاعب اختير منهم رياض محرز، لانه كان لاعب كما كنقولوا لاعب كيلفت النظر، لاعب عنده واحد الامكانيات وواحد المهارات بدنيه جيده جدا. وقعوا عقد مع رياض محرز القيمه ديالو سنه 2009 750 اورو شهريا. وهذا الشيء اللي كيبين على ان اللاعبين ديال كره القدم كيعانيوا في البدايات ديالهم. يعني اللاعب، يعني العديد من الاشخاص لما كيشوفوا لاعبين كره القدم كيلبسوا احسن الماركات، كي عندهم احسن السيارات، يعني كما كنقولوا بالدارجه كيغير منهم، ولكن ما كنشوفوش المصاعب والصعوبات اللي كيمروا منها هاد اللاعبين. يعني كيعانيوا قبل الوصول لما وصلوا اليه من النجوميه. انضم لهذا الفريق ولفت النظر، وكان يعني قدم واحد المستوى رائع، وكما كنقولوا ذهب سنه 2010 لفريق لو هافر. فريق لو هافر فريق فرنسي عريق، تاسس سنه 1872، ولكن انضم للفريق الرديف. ودائما اللاعب الجيد واللاعب اللي كتكون عنده امكانيات، دائما اللاعب كيكون كما كنقولوا كيلفت النظر وكيثبت النفس ديالو بسرعه. وهذا الشيء اللي حصل مع رياض محرز. السنه الاولى تم تصعيده لفريق لو هافر الفريق الاول، وقدم واحد المستوى رائع على مدار ثلاثه سنوات، سجل فيها 28 هدف في 60 لقاء. يعني اللاعب رياض محرز، ولاعب رياض محرز بالمناسبه قلت على انه كان نحيف، ولكن اللاعب اشتغل على كما نقولوا على الحاله البدنيه ديالو، وكان كيقوم بواحد الحميه وكيتناول العديد من الاشياء باش كما كنقولوا يحاول على ان البنيه الجسديه ديالو تحسن. هادشي كيبين على ان اللاعبين كره القدم دائما اذا ما يعني اذا بغيتي توصل لواحد المستوى خصك دائما تخدم على راسك، وخصك دائما تعالج نقط الضعف. وهادشي اللي جرى مع رياض محرز. قلت على ان رياض محرز تالق مع فريق لو هافر واستقطب انظار العديد من الانديه كانت تراقبه، ابرزها ناديين يعني فرنسيين كبيرين هما فريق موناكو وفريق مارسي، الذين كانوا يعني يسعون للحصول على خدمات رياض محرز. ولكن رياض محرز انذاك كان يبحث على فريق اللي يمكن له يلعب فيه دقائق اكثر ويبين الامكانيات ديالو. كان هناك فريق اخر صاعد من الشامبيونشيب يعني في الدوري الانجليزي، صعد للدوري الانجليزي، هو فريق ليستر سيتي الذي كان يراقب هذا اللاعب وكان يريد التعاقد معه. رياض محرز اختار انضمام لفريق ليستر سيتي سنه 2014، وهذا الانتقال ديالو يعني خلف العديد من الانتقادات، خصوصا من الصحف الفرنسيه اللي قالت على ان رياض محرز الذي نشأ في فرنسا رفض الانضمام لفريق موناكو وفريق مارسي، وانضم لفريق اقل منهما في المستوى، فريق كان صاعد من الشامبيونشيب، يعني فريق كان مبتدئ هو فريق ليستر سيتي. ولكن رياض محرز كيبين صحة وكيبين على انه كان على حق لما انضم لفريق ليستر سيتي. اللاعب تبت النفس ديالو دغيا في فريق ليستر، واصبح قطعة أساسية في هذا الفريق، وأصبح يلعب يعني العديد من المباريات، بل اللاعب ذهب أكثر من هذا رفقة الجيل الذهبي ليستر سيتي، وتمكن من الحصول على الدوري الإنجليزي سنة 2016. تصور على أن فريق صعد من الشامبيونشيب وتمكن من الحصول على الدوري الإنجليزي، الدوري اللي فيه مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، توتنهام، أرسنال، يعني الدوري الإنجليزي صعب جدا والمنافسة فيه قوية، والأندية الإنجليزية أكثر أندية في العالم يعني كتصرف وكتشري اللاعبية. وبالرغم هذا يعني فريق ليستر سيتي الذي آنذاك كان كيتوفر على واحد المجموعة رائعة بقيادة المدرب الإيطالي رانييري، يعني أمثال جيمي فاردي، اللاعب كانتي، وطبعا اللاعب رياض محرز اللي كان احسن ثاني هداف الفريق بعد اللاعب جيمي فاردي، واللي قدم واحد المستوى اكثر من رائع. واكبر دليل على ما اقوله على ان رياض محرز اختير سنه 2016 احسن لاعب في الدوري الانجليزي واحسن لاعب في القاره الافريقيه. يعني تصور لاعب كان كيتقاضى سنه 2009 750 اورو، لاعب خدم على راسه، طور من راسه، بغى يحقق الحلم ديال الاب ديالو،
وبغى ينقذ الأسرة ديالو. بالفعل وصل لهدفه في سنة 2016 وتمكن من الحصول على الدوري الإنجليزي. هذا الشيء صعب، يعني العديد من الأشخاص يمكن يسمعوا يقول لك يعني هذا أمر هين، ولكن الحصول على الدوري الإنجليزي ليس بذلك الأمر الهين، خصوصا لما تكون كتلعب في فريق ليس له إمكانيات كبيرة. سنة 2016 محرز لفت الأنظار ديال العديد من الأندية الإنجليزية، ولكن ليستر سيتي يعني كما كنقولوا ما بغاش يفرط في هذا اللاعب لأنه كان قطعة أساسية، خصوصا بعدما ليستر فرط في اللاعب كانتي ولاعبين آخرين، ومحرز آنذاك كان كيتعتبر واحد عنده واحد الدور مهم في الفريق، لهذا رفض بيعه. سنة 2018 انضم أخيرا رياض محرز لفريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي كان مصر على ضم هذا اللاعب والذي كان يؤمن بقدراته بصفقة قياسية قدرت ب 68 مليون أورو. بالنسبة لرياض محرز مع المنتخب الجزائري، هذا اللاعب اختار تمثيل المنتخب الجزائري رغم ولادته في فرنسا، واللاعب كان يقول دائما يعني رغم أني ولدت في فرنسا ولكن أحس أنني جزائري، وهذا الحب يعني خدام الأب ديالو اللي دائما كان كيتحدث معاه على الجزائر وكان كيحب الجزائر. انضم لأول مرة للمنتخب الجزائري سنة 2014 وشارك معهم في نهائيات كأس العالم، هذه النهائيات اللي قدم فيها المنتخب الجزائري واحد المستوى أكثر من رائع، وأقصي بصعوبة بالغة في الدور الثاني لكأس العالم ضد منتخب ألمانيا. المنتخب الجزائري آنذاك كان كيتوفر على واحد التشكيلة قوية جدا، وتوج رياض محرز المجهودات والمسيرة ديالو مع المنتخب الجزائري بتتويجه بكأس إفريقيا السابقة التي أقيمت في مصر، يعني تتويج بكأس إفريقيا مع هذا المنتخب. ورياض محرز كان هو عميد المنتخب الجزائري وحمل المنتخب على الأكتاف ديالو. لاعب الصراحة كان واحد المثال لأي لاعب، يعني كما كنقولوا لاعب قائد اللي كان دائما كيوجه اللاعبين اللي كانوا كيلعبوا معاه، وايضا استبدل في العديد من اللقاءات وعمره ما احتج وعمره ما كما كنقولوا حسسنا على انه اكبر من اللاعبين الاخرين، وهذه هي اكبر صفه في اللاعب القائد، اللاعب اللي كيفضل دائما المجموعه على كما كنقولوا على المصلحه الشخصيه. وهذا كما كنقولوا هذا اللقب كان جد مستحق، وتنظن على ان رياض محرز غيكون ابرز لاعب، يعني غيكون مرشح للفوز بافضل لاعب افريقي على هذه السنه. هذه بخصوص المسيره ديالو مع مانشستر سيتي. الفريق يعني رياض محرز مازال يمارس مع الفريق، ولكن عندي واحد وجهه نظر في هذه المساله. رياض محرز ما واخدش الحق ديالو مع فريق مانشستر سيتي، الصراحه هذا اللاعب يقدم واحد المستوى اكثر من رائع مع مانشستر سيتي، ولكن نلاحظ على ان هذا اللاعب دائما يتم تهميشه في دكه الاحتياط. صراحه اي فريق اوروبي كيتمنى يكون عنده لاعب كرياض محرز، لاعب جد مهاري، لاعب اللي كيسدد من بعيد، لاعب اللي يعني كينفذ الرميات الثابته، وكنا كنتذكروا يعني الاهداف الجميله اللي سجل هذا اللاعب. ولكن بالرغم من هذا بيب غوارديولا يصر على اجلاس رياض محرز في دكه الاحتياط. واكبر دليل يعني اخر لقاء لعبته مانشستر سيتي ضد تشيلسي كان رياض محرز نجم اللقاء الاول وسجل هدف وعطى تمريره حاسمه، ولولا رياض محرز ما كانش مانشستر سيتي يمكن لها تفوز في هذا اللقاء. وهذا الشيء كيبين على ان الشيء المحير في الامر نقولوا اذا يعني ان غوارديولا كيعطي فرص لرياض محرز، ولكن رياض محرز ما كيبينش ذاك المستوى، يمكن نفهموا هذه المساله. ولكن اي مره اعتمد فيها بيب غوارديولا على رياض محرز دائما رياض محرز يحرجه، يعني كما كنقول اللاعب كيحرج بيب غوارديولا وكيقدم واحد المستوى اكثر من رائع. تنظن على ان جاء دور رياض محرز في مانشستر سيتي وانه كيقدم واحد المستوى اكثر من رائع، وانه يستحق الرسميه اكثر من برناردو سيلفا واكثر من ستيرلين واكثر يعني اكثر لاعب يعني اللي كيكون مستقر في الاداء واللي كيقدم واحد الاضافه. تنظن رياض محرز العديد من اللاعبين في السيتي خداو فرص عديده، يعني لاحظنا على ان برناردو سيلفا كان رسمي السنه السابقه، اللاعب ديفيد سيلفا كبر في السن، تنظن رياض محرز في هذا السن كما كنقولوا السن اختر وعنده واحد التجربه كبيره، وتنظن في اوج العطاء ديالو، يعني حرام هذا اللاعب هذا يجلس في دكه البدلاء. يعني لهذا كنتمنى على ان الا ما كانش رياض محرز غياخذ
الفرصه ديالو مع مانشستر سيتي افضل عن انه يبحث على نادي اخر اللي غيكون فيه رسمي، كيف ما يعني كان لاعب يعني محمد صلاح اللي كيلعب بشكل رسمي مع ليفربول. كنظن على ان رياض محرز لا يقل شانا عن اللاعب محمد صلاح ويستحق الرسميه، وخصوصا يعني مع غوارديولا، غوارديولا له سوابق في هذه المساله. يمكن اي واحد يسمعني يقول لي انت يمكن ما باغيش ما كتحملش غوارديولا ولا، ولكن انا يعني بالمناسبه كنشجع البارسا، واب يعني كنقولوا احسن مرحله عايشناها البارسا كان فيها مدرب بيب غوارديولا هو المدرب، لما فازت البارسا بالسداسيه والخماسيه. ولكن هذا المدرب عنده سوابق خصوصا مع اللاعبين الافريقيين، كنا كنتقرو السوابق اللي وقعت مع اللاعب سامويل ايتو النجم الكاميروني، وايضا مع اللاعب يايا توري. لهذا الصراحه خفت على ان رياض محرز كما كنقولوا يحصل له نفس الشيء مثل اللاعب الاخرين. عموما رياض محرز كيتعتبر الان من ابرز النجوم العالميين، وتنظن على انه كما كنقولوا في الاوج ديال العطاء ديالو انه يستحق يلعب رسمي مع احسن الفرق الاوروبيه. لهذا كنتمنى على ان اللاعب يفكر مزيان، الا ما خداش الفرصه ديالو الكامله هذه السنه عليه بتغيير الاجواء والبحث على نادي اللي يمكن له يلعب فيه ب يعني كما كنقولوا دقائق اكثر. عموما كان هذا واحد الراي الشخصي، ولكن كنظن هذا ايضا راي الجزائريين اللي ولات عندهم واحد العداوه شخصيه مع بيب غوارديولا لانه ما كيدخلش رياض محرز. كنا الصراحه كنتمناو نشوفوا رياض محرز اسبوعيا، يعني انه يكون رسمي مع المانشستر سيتي. كان هذا واحد النبذه وواحد كما كنقولوا تحدثنا على هذا اللاعب المحبوب، اللاعب اللي عنده واحد الاخلاق، يعني لاعب الصراحه فخر الجزائر وفخر العرب. الى عجبتكم الحلقه ما تنساوش تدعمونا باللايك وبالشير وتسجلوا في القناه، تفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا باول باول. ولا بغيتونا نتحدثوا على لاعبين اخرين يمكن لكم تراسلونا وفي الخاص، وحنا ان شاء الله مستعدين دائما لتلبيه الطلبات ديالكم. كان معكم رضا من قناه كوره فانس. السلام عليكم.